بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا بالإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومقتدى أمرنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر. رب زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وأدبا. رب تمم بالخير والسعادة. والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله. طيب، عندنا باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الدرس الماضي قد فرغنا من باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم بيمينه. وهناك ذكرنا أن النبي أن تختم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد ورد في يمينه ويساره. ومع ذلك اللفظ الآن يتختم باليمين، التختم باليمين. رجح الإمام الترمذي هذا الأفضل أيضا. ثم بعده باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا سيف من آلات الحرب كما لا يخفى. من آلات الحرب. وجه ذكر يعني إبراهيم الباجوري رحمه الله في شرحه، وجه مناسبة هذا الباب لما قبله أنه ذكر فيما تقدم أنه اتخذ الخاتم ليختم به إلى الملوك ليدعوهم إلى الإسلام. صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم صاغ خاتما. لماذا؟ عند حاجته إليه لخاتم كتبه و كتبه إلى الملوك به. فناسب أن يذكر بعده آلة القتال. لماذا؟ إشارة إلى أنه لما امتنعوا قاتلهم. ثم وبدا من آلة الحرب بالسيف. لماذا؟ لأنه أنفعها وأيسرها. ثم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيوف عدة. ذكر الباجوري رحمه الله في المواهب اللدنية. نعم، شرحه على الشمائل المحمدية. قال: وقد كان له صلى الله عليه وسلم سيوف متعددة، فقد كان له سيف يقال له المأثور. سبق أن ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي
ثيابه قميصا إزارا إمامة، كذلك يسمي سيوفه ودوابه، هكذا كان. فإذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيوف عدة، سمى كل واحد منها باسم مستقل. فإذا هنا قال فقد كان له سيف يقال له الموسور، وهو أول سيف ملكه عن نبيه، هذا سيف ملكه عن نبيه، هذا أول سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم الموسور. ثم وله سيف يقال له القليب بالقاف واللاد، القليب السيف ثاني. ثم وله سيف يقال له القلع، قلع القلعي، نعم يقال له القلعي أو قلعي، نعم نسبة إلى قلع موضع بالبادية، هذا سيف ثالث موزور قليب قلعي. ثم وله سيف يدعى ببطار، نعم سيف رابع بطار. ثم سيف الرابع يدعى الحتف، هذا سيف رابع يدعى له خامس الحتف، موزور قليب قلعي أو قلعي. ثم بطار حتف، وسيف يدعى مخذم، نعم هذا السادس بكسر الميم مخذم. ثم وسيف يدعى الرسوب، هذا سابع. وسيف يقال له السمسامة، ثامن. وسيف يقال له اللحيف، هذا ثامن تاسع. وسيف يقال له ذو الفقار، ذو الفقار أو فقار بفتح الفاء وكسرها، ذو الفقار أو ذو الفقار، هكذا عشرة. ثم هكذا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة من السيوف. ثم واستطرد قائلا بقوله وذكروا في معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم دفع لعكاشة رضي الله عنه جزل حطب حين انكسر سيفه يوم بدر. عكاشة رضي الله عنه كان عنده سيف يوم بدر لكن انكسر، عندئذ أعطاه جزل، نعم جزل حطب، نعم قطعت من حطب، وقال اضرب به، أمره صلى الله عليه وسلم أن يضرب بهذا جزل الحطب، فعاد في يده سيفا صارما طويلا، وأخذ يعني عكاشة رضي الله عنه أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القطعة من الخشب يعني من الحطب، فإذا عاد في يده صار في يده سيفا صارما طويلا أبيض شديد المتن فقاتل به. نعم هذا معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم ما قتاله به في البدر فقط، ثم قال ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد إلى أن استشهد، حتى استشهد عكاشة رضي الله عنه كان يستعمل هذا السيف، هذا انقلب سيفا من حطب ما شاء الله. كذلك واقعة أخرى، ودفع صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش رضي الله عنه يوم أحد، الواقعة الأولى في بدر، هذا واقعة ثانية في أحد، وقد ذهب سيفه، ماذا أعطاه؟ أعطى عسيب نخل، فرجع في يده سيفا، نعم هكذا واقعة ثانية. الله، نعم. ثم بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمة الله عليه ورحمنا معه،
قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا وهب بن جرير رضي الله عنه قال حدثنا أبي عن قتادة رضي الله عنه أن أنس رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. القبيعة يعني ولم يقبل رأس المقبل. القبيعة هو طرف المقبل. والقبيعة وهذا سيف أي سيف؟ حددنا عشرا من السيوف. فإذن هذه هذا السيف المراد بالسيف هنا ذو الفقار. نعم. وكان لا يكاد يفارقه ودخل به مكة يوم الفتح. يعني هذا السيف يعني لا يكاد يفارقه بل يستصحب معه في جميع الأوقات. حينما جاء لفتح مكة دخل مكة بهذا السيف. ثم القبيعة ما على طرف مقبل السيف يعتمد الكف عليها لئلا يزلق هكذا. نعم الكف يعتمد عليه يعني هكذا لو أخذ السيف يكون هنا يعني قطعة وهذه القطعة. نعم ثم هذا من تحلية السيف بالفضة للرجل. هذا نعم ذكر ابن حجر رحمه الله في أشرف الوسائل. الحاصل يعني تحلية آلة الحرب فيه حل تحلية آلة الحرب بها يعني بالفضة للرجال. أما الذهب فيحرم كهو بهما للنساء. تحلية آلة الحرب بالذهب والفضة للنساء حرام. لماذا؟ ليست المرأة من أهل الحرب والقتال. نعم لذلك هي حرام. فإذا ليس في حقها هذه الحاجة. ثم حاجة الرجال تكتفى مقضية بالفضة لذلك لا حاجة إلى الذهب. ثم ذكر والحاصل أن الذهب لا يحل للرجال مطلقا لا استعمالا ولا اتخاذا ولا تلبيبا ولا تنبيها لا لآلة الحرب ولا لغيرها. وكذا الفضة إلا في التلبيب. تلبيب يعني ماذا؟ سد الثقب في الأواني بقطعة هذا تلبيب. والخاتم فضة جائزة في الخاتم للرجل. والتنبيه والتحلية آلة الحرب. تنبيه يعني طليه مثلا حديد أو نحاس يطلع يعني بالذهب والفضة. إذن هذا فضة جائزة في التنبيه. وما وقع في بعض العبارات من حل المموه طارة وحرمته أخرى محمول على تفصيل علم من مجموع كلامه تفصيل علم من مجموع كلامه وأنه حصل وهو إن حصل شيء بالعرض على النار من ذلك المموه حرمت استدامته. فإذا يجب عرضه على النار حتى يخلص يتميز هذا يعني الذهب كابتدائه ابتداء أيضا حرام. وإن لم يحصل منه شيء حرما لابتداء فقط. أما نص التنبيه الذي هو الفعل واللعانة عليه والتسبب فيه فحرام مطلقا. ويأتي هذا التفصيل في تنبيه الرجل الخاتم وآلة الحرب بالذهب. تنبيه حرام واللعانة عليه حرام. ثم استدامته ماذا حكمه؟ لو يحصل شيء لو عرض على النار يحرم استدامته. ثم
وبه قال حدثنا محمد بن بشار رضي الله عنه قال حدثنا معاذ بن هشام رضي الله عنه قال حدثني أبي عن قتادة رضي الله عنه عن سعيد بن أبي الحسن البصري رضي الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. نعم كرر المتن من بسند آخر. نعم وبه قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري رضي الله عنه قال حدثنا طالب بن حجير رضي الله عنه عن هود رضي الله عنه وهو ابن عبد الله بن سعيد رضي الله عنه عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالبان راوي الحديث عن هود فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. نعم هذا السيف يعني سيف ذو الفقار. ممكن بعض العامة يقولون ذو الفقار، ذو الفقار لا ذو الفقار، هكذا ضبط باجوري نقلا. نعم عن بعض الحفاظ ثم فإذا ذو الفقار فسألته عن فضة فإذا كان في هذا السيف ذهب وفضة. وهذا الحديث لا يعارض ما سبق من الحديثين. لماذا ذكر هناك يعني وجود الفضة فقط، أما الذهب فمسكوت عنه في الروايتين الحديثين الأولين، وهنا ذكر أن هناك فضة أيضا. إذن كيف الجمع بينهما؟ ثم هذا في فتح مكة، إذن كيف يجوز يعني هذا الذهب؟ ذكرنا أنه حرام. ابن حجر رحمه الله أجاب لا يعارض ما تقرر من حرمته بالذهب، يعني تحلية السيف بالذهب حرام، لا ينافيه هذا الحديث ولا يعارضه. لماذا؟ لأن الحديث ضعيف، هذا حديث ضعيف، إذن هذا الحديث الضعيف لا يعارض ما تقرر من حرمة تحلية السيف وسائر آلات الحرب بالذهب. ثم يقول ولا يصح الجواب بأن هذا قبل النهي عن تحريم الذهب. لماذا؟ لأن تحريمه كان قبل الفتح على ما نقل، تحريم الذهب كان قبل الفتح، وهذه الواقعة في الفتح يوم الفتح. إبراهيم الباجوري رحمه الله ذكر يعني جوابا آخر أحسن وأجاده. ثم وعلى سيفه ذهب وفضة أي محلى بهما، لكن هذا الحديث ضعيف كما قاله القطان، يعني هي القطان ومن نقاد الحديث. نعم بل منكر، ليس بالضعيف فقط، بل هذا حديث منكر لا يستدل به أصلا، فلا تقوم به الحجة على حل التحلية بالذهب. نعم وبفرض صحته، ما هو الجواب؟ وبفضل صحته يحمل على أن الذهب كان تنبيها لا يحصل منه شيء بالعرض على النار. فإذا لو كان هكذا فهناك استدامة التنبيه بالذهب فقط، لو لم يحصل من العرض على النار شيء فهذا ليس بحرام بل جائز كما ذكرنا. ثم ولا تحرم استدامته حينئذ عند الشافعية رضي الله عنه، ولا يقدع به كون أصل التنبيه حراما مطلقا، هذا بالنسبة إلى استدامة التنبيه. لو أولنا الحديث هكذا مشكلة أخرى، ما هو أصل التنبيه حرام سواء حصل منه شيء بالعرض على النار أو لم يحصل منه، كلاهما حرام ابتداء، فما هو التأويل؟ لاحتمال كونه صلى الله عليه وسلم صار إليه السيف وهو ممضخ،
وحصل على هذا السيف مموها يعني لم يموه رسول الله صلى الله عليه وسلم بل موهه آخر. ممكن يكون هذا التنبيه قبل التحريم فلا بأس، ولم يفعل التنبيه ولا أمر به. نعم فإذا من هذا الحديث لم يعلم موضع الذهب من السيف، هو سأل عن الفضة فمن بين هود رضي الله عنه بين موضع الفضة لأجل سؤاله، لكن لم يعلم موضع الذهب. ثم وبه قال حدثنا محمد بن شجاع البغدادي رضي الله عنه قال حدثنا أبو عبيدة الحداد رضي الله عنه عن عثمان بن سعد رضي الله عنه عن ابن سيرين رضي الله عنه قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب رضي الله عنه، وزعم سمرة رضي الله عنه أنها صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. فإذا محمد بن سيرين رضي الله عنه ماذا قال؟ صنعت سيفي على سيف سمرة يعني مثل سيفي على صفة سيف سمرة. كيف كان سيف سمرة؟ كان سيفه على صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. زعم سمرة، زعم بمعنى قال، زعم ليس في كل موضع للتضعيف بل يأتي للقول لمعنى القول يعني قال. وكان حنفيا، ما معنى حنفيا؟ أي على هيئة سيوف بني حنيفة. بنو حنيفة من هم؟ قبيلة مسيلمة، مسيلمة الكذاب. نعم. لماذا قال هذا السيف حنفيا؟ لأن صانعه منهم، صانع سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانع سيف سمرة وصانع سيف محمد بن سيرين كلهم من بني حنيفة حنفيون. نعم. لأن صانعه منهم أي يعمل كعملهم، وكانوا معروفين بحسن صناعة السيوف. يعني هؤلاء بنو حنيفة كانوا معروفين مشهورين بإجادة صناعة السيوف. فإذا كان سيفه أجود وأحسن، سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كان. أي حنفيا أي على هيئة سيوف بني حنيفة قبيلة مسيلمة، لأن صانعه منهم أو ممن يعمل كعملهم، إما حقيقة هو من بني حنيفة حنفي أو كان ممن يعمل كعملهم. ثم فإذا بسبب باعتبار صانعه سمي السيف حنفيا. نعم. ثم احتمال آخر، فيحتمل أنه أتي به من عندهم، هذا سيف ليس صانع منهم بل أتي هذا سيف من بني حنيفة، هكذا أيضا احتمال. نعم. ثم وبه قال حدثنا عقبة بن مكرم البصري رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن بكر رضي الله عنه عن عثمان بن أبي سعيد رضي الله عنه بهذا الإسناد نحوه. نعم. عثمان بن أبي سعيد، عثمان بن سعيد هكذا في هذا الثاني، عثمان بن أبي سعيد هكذا في نسخة، لكن في هامش المواهب اللدنية شرح إبراهيم الباجوري في الموضعين عثمان بن سعيد في الموضعين هكذا عثمان بن سعيد، هو يروي عن ابن سيرين. إذن معناه بهذا الإسناد معناه
يعني عن ابن سيرين عن سمرة بن جندب ثم هذا صار مرفوعا بقوله زعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان نبيا. نحوه يعني نحو حديث عبيدة أبو عبيدة الحداد والراوي عن عثمان بن سعيد في السند الأول وهنا محمد بن بكر. فإذا محمد بن بكر حدثنا عن عثمان بن أبي سعيد نحو حديث أبي عبيدة الحداد يرجع الضمير إليه. نعم الله. ثم باب آخر باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الدرع؟ وهو هنا جبة من حديد. وهو من ملاسم ملابس الحرب. جبة جبة يعني هذا ما يستر الجسد يكون على الطاقات أكثر من طاق واحد. نعم هذا لدفع الضرب بالسيف والطعن بالرمح وكذلك لحفظ الجسد. ثم درع جبة من حديد تصنع حلقا حلقا وتلبس للحرب وهي كما قال ابن اللثير. الزردية نعم له اسم آخر. ثم كم درعا كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان له صلى الله عليه وسلم سبعة أدرع فقد كان له درع تسمى ذات الفضول سميت بذلك لطولها. نعم هكذا درع تسمى بهذا الاسم وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي. هذا الدرع كان طويلا تسمى بذات الفضول. نعم هذا الذي رهنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي الشحم اليهودي. ثم درع آخر مجموع سبع درع تسمى ذات الوشاح ودرع تسمى ذات الحواشي ودرع تسمى فضة ودرع تسمى السغدية. نعم بالغين أو بالعين. نعم بالسغدية أو السعدية. ثم والصادية له سين صاد عين غين هكذا قيل هي درع سيدنا داود عليه السلام التي لبسها لقتال جالوت هكذا قيل يعني هذا السغدية درع سيدنا داود عليه السلام حصل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم درع تسمى البتراء هذا السادس. ثم درع تسمى الخرنق هكذا سبعة من الدروع. نعم وبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله أبي عيسى محمد بن عيسى ابن زورة الترمذي رضي الله عنه قال حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج رضي الله عنه قال حدثنا يونس بن بكير رضي الله عنه عن محمد بن إسحاق رضي الله عنه عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان
فناهل إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته فسعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة رضي الله عنه. فإذا كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان ما هما درع ذات الفضول كذلك درع تسمى في الله هاتان الدرعان درع ذات الفضول درع في الله هاتان كانت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فنهل إلى الصخرة فلم يستطع ما معناه فأسرع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصخرة لماذا؟ ليراه المسلمون يعني هناك كان الكفار والمنافقون نشروا خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وقتل هكذا خبر نشروا فإذا بعض المسلمين تحيروا عندئذ لإراءة شخصه صلى الله عليه وسلم للمسلمين أراد أن يبرز على صخرة حتى يراه المسلمون كلهم حتى يهدأ حالهم ويسكن بالهم نعم ليراه المسلمون فيعلمون حياته فيجتمعون عليه يعني حوله فلم يقدر على الارتفاع على الصخرة لماذا لم يستطع؟ إما لما حصل من شج رأسه وجبينه الشريفين واستفراغ الدم الكثير منهما إما لأجل هذا التعب بسبب شج رأسه كذلك شج جبينه الشريفين واستفراغ الدم الكثير منهما استفرغ دم كثير من هذين الجرحين الله لذلك ما استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسعد على الصخرة وقيل لثقل درعيه يعني كان لبس الدرعين هذا درعان درع جبة من حديد لذلك يكون ثقيلا وقيل لعلوها هذا صخرة كانت عالية لذلك ما استطاع هكذا يعني ذكرت أسباب ثم الفضل للمتقدمين يعني من هذه الليلة الثلاثة في أي علة الفضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الليلة الأولى نعم ذاك هو الظاهر فقعد طلحة رضي الله عنه تحته ما معناه أجلسه تحته يعني أجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار طلحة كالسلم إذن ما استطاع أن يسعد الصخرة مباشرة فإذا لو كان هكذا فإذا يوضع هناك حجر ثم يسعد عليه ثم يسعد هكذا يصنع سلم فإذا لو كان هذا ارتفاع قليل يستطيع ارتفاع كبير لا يستطيع لأجل ذلك عجلس طلحة رضي الله عنه فصار طلحة كالسلم وسعد النبي صلى الله عليه وسلم معناه أي فوضع رجله فوقه وارتفع ما شاء الله وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجله يعني على ظاهر طلحة رضي الله عنه ثم بعد ذلك ارتفع وقوله حتى استوى على الصخرة يعني حتى استقر عليها أوجب طلحة ما معناه أي فعل فعلا أوجب لنفسه بسببه الجنة أوجب طلحة معناه فعل فعلا أو أوجب طلحة بفعله الجنة لنفسه ما هذا الفعل وهو إعانته له صلى الله عليه وسلم على الارتفاع على الصخرة التي ترتب عليه جمع شمل المسلمين وإدخال السرور على كل حزين
عندما ارتفع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصخرة ماذا ترتب عليه؟ جمع شمل المسلمين، يعني المسلمون كانوا تفرقوا حينما رأوه صلى الله عليه وسلم اجتمعوا حوله. وكذلك بهذا الفعل أدخل السرور على كل حزين، يعني عندما سمع خبر قتله صلى الله عليه وسلم، يعني خبر أنه قتل صلى الله عليه وسلم، حزنوا حزنا شديدا، ثم بعد ذلك رآه على الصخرة فإذا فرحوا. ثم ويحتمل أن ذلك الفعل هو جعله نفسه فداء له صلى الله عليه وسلم ذاك اليوم، حتى أصيب ببضع وثمانين طعنة وشلت يده في دفع الأعداء عنه. نعم، هذا يعني فعل آخر. طلحة رضي الله عنه فعل يوم أحد، ماذا فعل؟ أصيب، يعني هو كان يحفظ جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عانقه لحفظ جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أصيب طلحة ببضع وثمانين طعنة بالرمح، كذلك شلت يده في دفع الأعداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هكذا خدمات جليلة عظيمة، هذه هي الخدمة، هذه هي المحبة، هذا هو الفداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله فداك أبي وأمي يا رسول الله، انظرنا. ثم باب آخر، باب ما جاء في صفة من غفر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنقرأ في الدرس الآتي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما تعمدنا وما أخطينا وما أنت أعلم به منا، إنك أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. والعسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين.